التوفيق بيجي للي يستحقه. بصوا يا جماعه، الزمالك النهارده بيخسر المباراه الرابعه على التوالي. جايبين لي احصائيه اهو على الشاشه ان اخر هزيمه لفريق نادي الزمالك 4 مباريات متتاليه كانت من 50 سنه، في سنه 66 67 كان الزمالك خسر من الترسانه والاسماعيلي ودمياط والاولمبي. من 50 سنه الزمالك ما خسرش 4 ماتشات ورا بعض. ده الهدف الثاني في ظل هجوم نادي الزمالك، كره اتعملت عكسيه لمحمد